نروح لملف التعليم، ويمكن كان وزارة التربية والتعليم أعلنت إنه هيبقى في كل المدارس هيبقى في يوم كامل مخصص للأنشطة الرياضية اسمه اليوم الرياضي، أنشطة بقى رياضية، رياضات مختلفة، أنشطة ثقافية، أنشطة فنية وغيره. ده الهدف منه هو جذب الطلاب مرة تانية للمدارس، إنه الطالب يحب يروح المدرسة، ما يبقاش رايح مرغم ومش حابب إن هو يتواجد في المدرسة. وبهذا الخصوص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه المديريات بوضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور، وأكد على ضرورة العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقي وانضباط العملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية الأسبوع المقبل اللي هيوافق 18 سبتمبر يوم الأحد القادم بإذن الله، وباقي المدارس سواء الرسمية رسمية لغات والمدارس الخاصة كلها هتنطلق يوم 1 أكتوبر. وأكدت وشددت الوزارة على التزام المدارس بالمواعيد المحددة لانطلاق الدراسة والعام الجديد، وقالت إنه لا نية لتأجيل ميعاد بدء العام الدراسي الجديد. يعني إحنا كل يوم بنسمع حد يقولك هي دراسة تأجلت هي دراسة تأجلت، وده واحد من الشائعات الكتير اللي للأسف يعني بتنتشر في بداية بدء الدراسة كل سنة. مرة تانية اليوم الرياضي الدولة والمدارس والوزارة عايزة تشجع الطلبة عشان يرجعوا يحبوا المدرسة، علشان عندنا ظاهرة أخرى اسمها التسرب من التعليم، لأن الطالب ما بقاش يحب المدرسة. فإحنا أظن أن دي خطوة مهمة هترجع مرة تانية الطلبة يحبوا يروحوا وترجع المدرسة لدورها اللي هو التربية والتعليم الاثنين مع بعض، مش بس تعليم بدون تربية.